أما بعد إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه ابن ماجه. والتوبة هي الرجوع عن المعصية، أما الغفلة فهي الانشغال بمعصية الله عن طاعته. المسلم العاقل هو الذي يقوم نفسه ويأخذ بزمامها إلى ما فيه مرضاة الله ورسوله، وإن جنحت نفسه يوما إلى الوقوع في المعاصي والانغماس في الشهوات المحرمة، يعلم أن الخالق غفور رحيم، وأنه مهما أسرف في الذنوب ثم تاب منها فإن الله يغفرها جميعا. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والقنوط من رحمة الله إخوة الإيمان هو أن يجزم المرء في نفسه بأن الله لا يرحمه ولا يغفر له بل يعذبه، وهذا القنوط ذنب من الكبائر. فيا أخي المسلم، اجعل نفسك وقافا عند حدود الشريعة، ملتزما بالأوامر والنواهي، ولا تدع نفسك تحدثك بالمعصية وإن كانت معصية صغيرة، فإن من الناس من إذا وقع في وحل المعاصي ومستنقع الذنوب استلذ ذلك وظل طابعا في ظلام الفجور والخطايا. واعلموا إخوة الإسلام والعقيدة أن التوبة قد تكون كاملة وقد تكون غير كاملة، والتوبة الكاملة هي الرجوع عن جميع المعاصي، وأما الناقصة غير الكاملة فهي أن يتوب العبد من بعض معاصيه دون بعض. والتوبة إما توبة نصوحة وإما غير نصوح. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة النصوح هي أن يتوب الإنسان من الذنوب ولا يعود إليها، وأما التوبة غير النصوح فهي أن يعود إلى الذنب بعد أن يكون قد تاب منه. واعلم يا أخي المسلم أن هناك شروطا لقبول التوبة عند الله، ومنها الإقلاع عن المعصية أي ترك المعصية، فيجب على شارب الخمر أن يترك شرب الخمر لتقبل توبته. أما قوله أستغفر الله وهو ما زال على شرب الخمر فليست بتوبة. ومن الشروط العزم على أن لا يعود إلى مثلها، أي أن يعزم في قلبه على أن لا يعود إلى المعصية التي يريد أن يتوب منها. فإن عزم على ذلك وتاب إلى الله لكن نفسه غلبته بعد ذلك فعاد إلى نفس المعصية، فإنه تكتب عليه هذه المعصية الجديدة. أما المعصية القديمة التي تاب عنها توبة صحيحة فلا تكتب عليه من جديد، وهذا من رحمة الله ولطفه. ومن الشروط أيضا
الندم على ما صدر منه ومن الشرور، إن كانت المعصية تتعلق بحق إنسان كالضرب بغير حق أو أكل مال الغير ظلما، فلا بد من الخروج من هذه المظلمة إما برد المال أو استرضاء المظلوم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وهنا فائدة مهمة: المسلمون العصاة من أهل الكبائر الذين يموتون قبل التوبة قسمان: قسم يسامحهم الله فلا يعذبون في النار إنما يدخلون الجنة بلا عذاب، وقسم يعذبهم في النار لمدة يستحقونها ثم يخرجهم منها ويدخلهم الجنة ويعيشون فيها إلى الأبد. المسلم العاصي الذي يعذبه الله في النار لا يخلد في نار جهنم خلودا أبديا، لأن الكافر هو الذي يخلد الخلود الأبدي في النار. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. وأما من مات على الإشراك أو على أي نوع من أنواع الكفر فإن الله لا يغفر له. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبادر بالتوبة يا أخي المسلم قبل الفوات، واعتبر بتوبة من تاب قبلك، بتوبة مالك بن دينار مثلا، فإنه قد سئل عن أصل توبته فقال: ولد لي بنت فشغفت بها، فلما دبت على الأرض ازدادت في قلبي حبا، فكانت إذا وضعت المسكرة جاءت إلي وجاذبتني إياه فوقع على ثوبي، فلما تم لها سنتان ماتت، فحزنت كثيرا وبت ثملا من الخمر، فرأيت في المنام كأن أهل القبور قد خرجوا وحشر الخلائق وأنا معهم في موقف الحشر، فسمعت حسا من ورائي فالتفت فإذا أنا بتنين عظيم وهو ثعبان كبير من أعظم ما يكون، أسود أزرق منظره مخيف، وقد فتح فاه مسرعا نحوي، فمررت بين يديه هاربا فزعا مرعوبا، فمررت في طريقي بشيخ نقي الثياب جميل الخلقة طيب الرائحة، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت له: أجرني وأغثني، فقال: أنا ضعيف وهذا أقوى مني وما أقدر عليه، ولكن مر بأسرع فلعل الله سبحانه يسبب لك ما ينجيك منه. فوليت هاربا على وجهي، فصعدت على شرف من شرف القيامة، فأشرفت على طبقات النيران، فنظرت إلى هولها فكدت أهوي فيها من فزع من التنين وهو في طلبي، فصاح بي صائح: ارجع لست من أهلها. فاطمأنيت إلى قوله ورجعت، ورجع التنين في طلبي، فأتيت الشيخ فقلت: يا شيخ، سألتك أن تجيرني من هذا التنين فلم تفعل. فبكى الشيخ وقال: أنا ضعيف، ولكن سر إلى هذا الجبل فإن فيه ودائع المسلمين، يعني
أولاد المسلمين الذين يموتون وهم صغار. قال: فإن كان لك فيه وديعة فستنصرك. فنظرت إلى جبل مستدير فيه كوى مخرقة وطاقات معلقة وستور من حرير ومصارع من الذهب الأحمر مفصلة باليواقيت مكوكبة الدر، فهربت إليه والتنين ورائي، حتى إذا اقتربت منه صاح بعض الملائكة: ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع وأشرفوا، فلعل لهذا البائس فيكم وديعة تجيره من عدوه. فإذا الستور قد رفعت والمصاريع قد فتحت، فأشرف علي أطفال بوجوه، وقرب التنين مني فتحيرت في أمري، فصاح بعض الأطفال: ويحكم، أشرفوا كلكم، فقد قرب منه. فأشرفوا فوجا بعد فوج، فإذا بابنتي التي ماتت قد أشرفت علي معهم، فلما رأتني بكت وقالت: أبي والله، أي تحلف هذا أبي، ثم وثبت كرمية السهم حتى مثلت بين يدي، فمدت يدها الشمال إلى يد اليمنى فتعلقت بها، ومدت يدها اليمنى إلى التنين فولى هاربا، ثم أجلستني وقعدت في حجري وضربت بيدها على لحيتي وقالت: يا أبتي، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فبكيت وقلت: يا بني، أنتم تعرفون القرآن؟ فقالت: يا أبتي، نحن أعرف به منكم. قلت: فأخبريني عن هذا التنين الذي أراد أن يهلكني. قالت: ذلك عملك السوء، قويته لكثرة ما كنت تقع في المعاصي وتشرب الخمر، فأراد أن يغرقك في نار جهنم. قلت: أخبريني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي. قالت: يا أبتي، ذلك عملك الصالح، أضعفته حتى لم يكن له طاقة لعملك السوء. فانتبهت فزعا، فلما أصبحت فارقت ما كنت عليه وتبت إلى الله عز وجل، وهذا سبب توبتي. فسبحان الله إخوة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا عصمته، ولا فاسدا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.